السلام عليكم وصباح الخير. احنا الان في قاعة الكبرى لمجلس النواب لحضور مؤتمر التغير المناخي والامن في العراق برعاية الاستاذ محسن المندلاوي النائب الاول لرئيس مجلس النواب، وبحضور زميلي وصديقي الاستاذ المساعد الدكتور احمد البكري. الحقيقة تم اختيار من وزارة التعليم العالي مجموعة من الاساتذة الجامعيين اللي لديهم باع في البحوث العلمية المتعلقة بالطاقة الشمسية والتغيرات المناخية وهكذا. احنا الآن في القاعة الكبرى لمجلس النواب، وهذا المكان المخصص للأساتذة الجامعية. الحقيقة جينا من وقت اليوم، يعني حقيقة هو الاجتماع أو المؤتمر يبدي بالعشرة، هسه حاليا احنا 10 إلا ثلث، وبدأ توافد الأساتذة في مجلس النواب. هاي القاعة الكبرى حقيقة قاعة المؤتمر، وشيء جميل أنه الأستاذ الجامعي يأخذ دوره في مثل هكذا تجمعات. هاي هنا راح يجلسون أعضاء مجلس النواب، وهاي القاعة الكبرى. عندك كلمة دكتور؟ شكرا جزيلا دكتور البروفيسور علي البكري. إن شاء الله هاي المؤتمرات هي الهدف من أدها تطوير البلد والتوعية في مجال الطاقات المتجددة وتأثيرها على المناخ، وكل الشكر والتقدير إلى صاحب الدعوة. شكرا لكم جميعا. نتمنى إشراك الأستاذ الجامعي في مثل هكذا مؤتمرات، وبالذات عند أصحاب القرار الحقيقة على مود تكتمل الصورة والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.